الأرثوذكسي دخل مواجهته يوم أمس أمام الاتحاد ولديه الأفضلية بمجموع المقابلات وبنتيجة 3 انتصارات مقابل 1 لمدارس الاتحاد، والفوز في هذا اللقاء يعني تتويجه باللقب رسمياً. الربع الأول شهد تفوقاً واضحاً لنجوم الأرثوذكسي، ورموا بكل ثقلهم عند بداية الربع ليتقدموا ب8 نقاط مقابل لا شيء للاتحاد، ومع مضي الوقت استيقظ الاتحاد وقلص الفارق إلى 4 نقاط عند نهاية الربع الأول الذي انتهى لصالح الأرثوذكسي بواقع 16 نقطة مقابل 12. تفوق الأرثوذكسي استمر في الربع الثاني بفضل تحركات لاعبيه، وكان أنشطهم سام دغلاس الذي اخترق دفاعات الاتحاد في أكثر من مناسبة ومنح زملائه تمريرات حاسمة. ومن جهته وصل الاتحاد صحوته، فانتهت الحصة الأولى بتقدم الأرثوذكسي بفارق 1 نقطة 34 مقابل 33. بعد الاستراحة ظهر الاتحاد بشكل مغاير تماما وحقق أول تقدم له عند بداية الربع الثالث لتبدأ عملية المد والجزر بين نجوم الفريقين. ومن سلة من هنا وأخرى من هناك أنهى الأرثوذكسي الربع الثالث متقدما ب55 نقطة مقابل 52. وفي الربع الحاسم وفي ظل تألق راشم رايت العائد للتألق من جديد، استبسل الاتحاد وقدم نجوم الفريقان مستوى أذهل الجماهير المتابعة للقاء. وقبل دقائق من النهاية أدرك الأرثوذكسي التعادل من ثلاثية رائعة، إلا أن الاتحاد رد بمثلها على الفور لينهي الاتحاد اللقاء لصالحه وبفارق 6 نقاط بواقع 82 نقطة مقابل 76، ليحرم الأرثوذكسي من التتويج ويؤجل الحسم إلى مباراة الجمعة على ذات الصالة.